السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي التي سوف تفتتح بحلول السنة الجامعية المقبلة، واللي يتقع في مدينة سيدي عبد الله، واللي هي في الحقيقة تابعة للقطب الجامعي الجديد في سيدي عبد الله، واللي تتميز بالطراز هندسي عصري جميل. نلاحظ نشوف يعني الجانب الهندسي تاع الجامعة هذه، إن شاء الله يكون التعليم يعني والخدمات في المستوى. نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.